السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. في هذه الحلقه نناقش يعني موضوع دعوه رئيس الحكومه احمد بن دغر في تصريحات لصحيفه الشرق الاوسط، حيث دعا المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن احمد علي نجم المخلوع صالح. وقال بن دغر ان حكومته تواجه اشكالات كثيره تعيق عودتها الى عدن، مؤكدا عدم وجود اي تفاهمات مع المجلس الانتقالي الجنوبي. في هذه الحلقه من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الاول الابعاد السياسيه لدعوه رئيس الوزراء برفع العقوبات عن نجل المخلوع صالح، والثاني لماذا تتجاهل او يتجاهل رئيس الوزراء مهمته الرئيسيه بالدفاع عن الشرعيه ومواجهه الانقلاب. أثارت دعوة رئيس الوزراء لرفع العقوبات عن أحمد علي استغراب الكثير من اليمنيين بسبب تجاهله لمهمته الرئيسية المتمثلة بمواجهة الانقلاب وتثبيت وجود الشرعية في المناطق المحررة والانشغال بالدفاع عن نجل المخلوع صالح الذي يواجه رفضا شعبيا كونه أحد المتهمين بارتكاب جرائم بحق متظاهري ثورة 11 من فبراير، بالإضافة إلى ورود اسمه في مجلس الأمن ضمن معرقلي التسوية السياسية في البلاد. مشاهدينا نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. في الذكرى الثالثة لبدء عمليات التحالف العربي في اليمن تحت لافتة استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، ظهر رئيس الحكومة الشرعية أحمد بن دغر معلنا عدم عودة الحكومة إلى عدن لأنها تقع تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. تصريحات الرجل الأول في الحكومة جاءت بعد أسابيع من خروجه من عدن بعد أيام عصيبة شهدتها المدينة جراء استهداف الميليشيا التابعة للمجلس الانتقالي للمقرات الحكومية والمعسكرات التابعة للشرعية بغطاء إماراتي. بن دغر ظهر وهو يتحدث لصحيفة الشرق الأوسط عاجزا فاقدا للحيلة، وذلك لسان حال الشرعية التي استنجدت بالتحالف لاستعادة البلاد فوقعت ضحية للمرة الثانية، ووضع الرئيس الشرعي تحت الإقامة الجبرية باعتراف عدد من كبار مسؤولي الشرعية. عدن من جديد مدينة مغلقة في وجه الشرعية بعد أن أقفلت بوابتها المفتوحة على البحر في وجه الرئيس هادي قبل أكثر من عام ونصف، وباتت تستقبل كل خصوم الشرعية وهادي، وتقام فيها معسكرات لأطراف لا يجمعها غير الولاء للإمارات وتنفيذ أجنداتها. عقب الموقف الإماراتي والسعودي من أحداث عدن اتجهت بوصلة بن دغر الطامح لدور جديد باتجاه أبو ظبي، باحثا عن دور جديد من بوابة المؤتمر المدعوم من الإمارات، بدءا في الترويج لمصالحة بمقاس نجل المخلوع المقيم في الإمارات. المؤتمر الذي كان يتم تصويره كحصان طروادة تشظى ولم يعد يقوى على الوقوف على قدميه بعد إعدام ميليشيا الحوثي لزعيمه الذي حرص على أن يمسك بكل مفاتيح اللعبة داخل الحزب، وهو ما جعله في حكم الميت سريريا منذ سقط صالح صريعا برصاص حلفائه الحوثيين. اليوم هناك أكثر من مؤتمر يمسك بجزء منه الحوثيون وجزء آخر يوالي الرئيس هادي وثالث يوالي الإمارات، ويسعى للعودة من تلك البوابة المواربة والقائمة على سياسة العصا والجزرة. لم تعد أجندة التحالف خافية على أحد، على الأقل فيما يتعلق بمستقبل اليمن، ويبقى التحدي الجديد للشرعية كيف يمكن لها أن تنجو من كل هذه الأمواج المتلاطمة، وكيف تواجه أصدقائها قبل أعدائها. فكل الأبواب باتت اليوم تؤدي إلى الفوضى وضياع الدولة اليمنية وتشظيها، كما عبر عن ذلك آخر تقرير أممي عن الوضع في اليمن. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا المحلل السياسي العماني عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا ومرحبا بكم جميعا. اهلا بك دكتور. يعني نتحدث اليوم عن يعني اداء الحكومه اليمنيه في ظل يعني الوضع الذي تعيشه البلد، وايضا
يعني التصريحات المتتالية لرئيس الوزراء والتي دائما يعني ما تشير بين فترة وأخرى للمطالبات ب يعني رفع العقوبات عن نجل المخلوع صالح وعدم الانشغال بالقضايا التي تمس الواقع، يعني بشكل عام يعني كيف تقيمون أو تنظرون لدور الحكومة اليمنية في ظل الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الأمر على المستوى النظري مفاجئ، إذ أن الحكومة في الأشهر الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة بدأت تتبنى خطابا فيه قدر كبير من الإنكار ما يجري في اليمن، وخاصة البنى العسكرية والأمنية في عدن وفي المناطق المجاورة، والنخب الوطنية الشبوانية والحضرمية والمالية. نعم. إلى آخر هذه المسميات. بدأت الحكومة في الآونة الأخيرة تستنكر هذه الأوضاع، وكانت رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي قبل بضعة أيام تأكيد يعني على هذا النهج وعلى هذا التوجه. نعم. فما صدر اليوم عن رئيس الوزراء المطالبة برفع الحظر عن أحمد علي صالح والتأكيد على أن الحكومة لن تعود إلى عدن، هذه حقيقة يعني منعطف أو آخر. الآن هذا كله يؤكد التراكمات الماضية، التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء اليوم، هذا كله يؤكد مسألة خطورة في غاية الأهمية. مختصرها أن الحكومة لم تعد تملك رؤية مستقلة لإدارة الصراع مع الحوثيين، أن الحكومة ليس واردا معها في هذه اللحظة الانفكاك عن التحالف، بل هي بدأت تسير شيئا فشيئا مع أجندة التحالف. هذا محاولة إدماج أحمد علي صالح في الحكومة تمهيدا لمرحلة أخطر من المرحلة التي تعيشها اليمن اليوم، أنا أتصور هذا يشي بل يؤكد على نحو قطعي أن حكومة الرئيس هادي لا تملك رؤية، لا تملك تصور، بل لا تملك الإرادة السياسية لأن تتحرر من حالة الارتهان التي هي عليها اليوم. وهذا في حقيقة الأمر منعطف خطير، وأحسب أنه سوف تكون هناك ردود أفعال وتداعيات لهذا الخيار الذي عبر عنه رئيس الوزراء. ما أحسب أن يعني الحكومة تضم في يعني تحت مظلتها عدد كبير من الوزراء الأحرار الذين لا يرضون بهذه التوجهات. وقد صدر عنهم كما قلت في الآونة الأخيرة كثير من المواقف التي تعبر عن الغضب وحالة الاستنكار وعدم الرضا عما يجري على الأرض اليمنية، فأحسب أن هذا التطور أو هذا التصريح ستكون له تداعيات وسيترتب عليه كثير من يعني المواقف السياسية سواء من بعض الوزراء أو من القوى والأحزاب السياسية المنضوية. نعم. في إطار الحكومة. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي دكتور، أشرك معنا في النقاش المحلل السياسي سينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر، يعني في أي سياق يمكن يعني فهم الجهود الرامية لإعادة نجل الرئيس المخلوع إلى المشهد السياسي، يعني بناء على تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة المطالبة برفع العقوبات عنه؟ يعني كما هو معروف يعني هذه الجهود ليست جديدة، رئيس الوزراء نفسه مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح تحدث عن أحمد علي بإيجابية، ويبدو أن بن دغر والرئيس هادي يريد أن يبقى المؤتمر تحت جناحهم، وبن دغر تحديدا يبدو أنه بيطمح لمنصب الأمين العام، وبالتالي هذا سيعطيه قوة سياسية يفتكر لها الآن، وفي نفس الوقت يحاول من خلال هذا التصريح أيضا جذب أنصار علي عبد الله صالح إليه. نعم. لكن المسألة أكثر تعقيدا من ذلك، لأنه نعرف أنه بن دغري يقول بأنه يضم المؤتمر تحت جناح الرئيس هادي، ونعرف أن أسرة علي عبد الله صالح والكثير من المؤتمرين لا يثقون في الرئيس هادي ويشعرون بأنه
كان هو السبب في إضعافهم وبأنه استهدفهم. نعم. لكن سيد عبد الناصر، يعني هناك يعني مهام كثيرة كان الأولى برئيس الحكومة الالتفات لها، أو يعني إشكاليات كبيرة أمام عمل الحكومة أهم من يعني جعل قضية أحمد علي عبد الله صالح هي من أولويات رئيس الحكومة. الحكومة هو بيشوف الأولويات من وجهة نظره، ومن وجهة نظره هو بيحاول يقوي مركزه السياسي الذي هو مركز مضعضع في الوقت الحالي. نعرف أنه لم يعد حتى يمارس عمله من عدن، وهو صرح بأنه لن يعود إلى عدن، وهناك مطالبة بتغييره من أكثر من جهة. نعم. وبالتالي هو بيركز بالدرجة الأولى على مصلحته الخاصة بأنه يعزز من مركزه في حال قال وحسب ما يتمنى بأن تشكل قيادة مشتركة من الرئيس هادي ومن أحمد علي ومن غيره. وهو يطمح بأن يكون الأمين العام للحزب كما ذكرت، وهو ليس بعيد عن هذه الصفة. هو كان علي عبد الله صالح قد عينه نائب رئيس للحزب، مع علي عبد الله صالح في نفس الجبهة. نعم. وبالتالي بن دغر هو بيهتم بالدرجة الأولى بمصلحته الخاصة. الأمر الآخر أريد أقوله إنه قضية رفع العقوبات مش من اختصاص الحكومة، يعني من الناحية الفنية والشكلية. نعم. رفع العقوبات من اختصاص لجنة العقوبات، هي التي ترفع بمن يضم إلى كشف العقوبات ومن يرفع من كشف العقوبات. نعم. وبالتالي موقف الحكومة اليمنية موقف ليس بالضرورة موقف حاسم ولا مهم، ربما يكون موقف السعودية وموقف الإمارات مهم للضغط داخل مجلس الأمن لرفع العقوبات في حال أرادت السعودية ذلك والإمارات، لكن حتى الآن الموضوع ليس مطروحا في أروقة لجنة العقوبات على الأقل في الوقت الحالي. نعم. إذن سيد عبد الناصر تكرم بالبقاء معنا. أعود للدكتور عبد الله الغيلاني المحلل السياسي. دكتور، يعني كما تحدث ضيفنا عبد الناصر المودعنا، الحكومة هي ليست يعني عامل مؤثر في مسألة رفع العقوبات، ولكن يعني في أي سياق نفهم المطالبات لرئيس الوزراء برفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح؟ هل نفهم يعني مثلا أنه تلبية لضغوط معينة فرضت عليه من التحالف العربي، يعني كون هذا المطلب يعني يمثل خيار لدى طرف التحالف العربي، يعني هل نفهمه في هذا الجانب أو في هذا السياق؟ نعم. أولا، الموقف الذي عبر عنه رئيس الوزراء ليس موقفا شخصيا، وهو لا يعبر فقط عن يعني قناعات شخصية أو اتجاه شخصي، وإنما يعكس اتجاها رسميا، فهذا الرجل يتحدث بصفته ولا يتحدث بشخصه. هذه مسألة. نعم. المسألة الأخرى، الآن دمج أحمد علي صالح في حكومة الرئيس هادي ليس يعني من أجل أن يكون يعني ضمن الجناح المنضوي تحت الرئيس هادي، ليس من ضمن جناح المؤتمر المنضوي. نعم. تحت الرئيس هادي، وإنما هذا يراد له أن يكون قوة سياسية مستقلة. تم جلب طارق صالح مثلا بعد مقتل علي عبد الله صالح، جاء به من صنعاء مرورا بكل هذه المناطق إلى أن وصل واستقر في عدن مع قوة عسكرية مقدرة. أنا في تقديري، عودة إلى سؤالك، يعني في أي إطار يأتي هذه التطورات؟ هذه التطورات تأتي في إطار سيناريو يرسم الآن من أجل إعادة تشكيل السلطة في اليمن تمهيدا للمرحلة القادمة. المرحلة القادمة يبدو واضحا جدا أنها تتجه نحو التقسيم، تسكين الحوثيين في الشمال، إقامة دولة في الجنوب، وربما دولة في الشرق ودولة في الغرب. إعادة الهيكلة هذه للسلطة اليمنية، دول التحالف تبحث عن حليف آخر. هذا الحليف بالتأكيد ليس هو الرئيس هادي، وليس التجمع اليمني للإصلاح، وليس الأحزاب السياسية الأخرى، وإنما يعني أحمد علي صالح. فهذا التطور يأتي، يبدو لي والله تعالى أعلم، يأتي في إطار هذا السيناريو الجديد الذي يراد له أن يفرض على المشهد اليمني في مرحلة ما بعد التقسيم. الآن هذه المرحلة قد تسبق، قد يقدم لها أو يعني يمهد لها بمقدمة معينة تتمثل في إقامة كونفدرالية
ولكن هذه الكونفدرالية سوف تكون مقدمة مؤقتة، ثم يصار بعد ذلك إلى التشظي وإلى التقسيم وإلى تفكيك اليمن إلى هذه الدويلات المتناحرة. نعم. فيبدو لي أن هذا التطور يأتي في هذا السياق. من المؤسف أن حكومة الرئيس هادي يعني كما قلت في مطلع حديثي هذا لا تملك رؤية، يبدو أنها صارت يعني يعني بالغت في التبعية وبالغت في قبول الامتهان وبالغت في حالة الاسترذال والانبطاح لما يملى عليها من قبل التحالف، وهي تملك يعني من الـ من الـ من الأوراق ومن الإمكانات الاستراتيجية ما يمكنها من فك الارتباط حتى مع التحالف والشروع في عملية تحرير أو في برنامج سياسي استراتيجي ليس بالضرورة مرتبطا بالتحالف، ولكنها لا تفعل ذلك. ولا أدري في حقيقة الأمر ما هو السبب الذي يجعل حكومة الرئيس هادي تضحي بكل هذه الإمكانات، بل تضحي بمستقبل اليمن كله من أجل ما لا ندري. أرجو يعني أن يكون هناك يقظة في داخل حكومة الرئيس هادي بحيث أنها تخرج يعني من حالة التكدس والجمود هذه وبمهامها وتأخذ السيف بحقه وتبادر إلى 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 إصلاح ما فسد على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله الغيلاني محلل سياسي، كنت معنا من العاصمة العمانية مسقط. أعود لضيفي المحلل السياسي عبد الناصر المودع. يعني سيد عبد الناصر أطرح عليك نفس السؤال، يعني في أي سياق يمكن فهم هذا التصريح لرئيس الوزراء؟ هل نعتبره يعني نتيجة لضغوط معينة للتحالف العربي وتناغم الحكومة مع يعني توجه آخر يريده التحالف العربي في هذه اللحظة الراهنة؟ يعني إلى حد ما التحالف وتحديدا الإمارات تحاول قدر الإمكان أن تعيد تفعيل جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكذلك يبدو السعودية وإن كانت بدرجة أقل على الأقل في المرحلة الحالية، لكن هذا الأمر يتناقض مع مصلحة الرئيس هادي. إحنا رأينا الرئيس هادي وحزب الإصلاح مغتاظين من فكرة الانفتاح على أحمد علي عبد الله صالح وطارق صالح وغيرهم، لأنهم يشعروا بأنه في حال الانفتاح عليهم سيضعف دورهم وسيتحول الاهتمام بهذا الفريق الجديد الذي تعتقد الإمارات بأنه سيكون أكثر كفاءة وأداء من الرئيس هادي والحكومة في مقاومة الحوثيين. ولهذا السبب لا أظن أن بن دغر هنا يتناغم مع ما يريده الرئيس هادي. يريد المؤتمر فقط ليضعف أحمد علي عبد الله صالح وطارق صالح، يريد أن يستحوذ على المؤتمر أكثر من أن يريد تفعيل المؤتمر، لأنه كما تلاحظ عندما عين شقيق الأخير الشقيق علي عبد الله صالح الهدف منه كان يحاول أنه فقط يقسم جناح صالح ويقسم الحرس الجمهوري. ولهذا لا أعتقد بأن، ولكن بن دغر لديه مصلحة خاصة كما ذكرتنا. بن دغر يرسم لنفسه سيناريو بأنه في حال التأم المؤتمر فإنه سيكون الأمين العام القادم للمؤتمر، وبالتالي هذا سيعزز من مركزه السياسي الذي هو مركز العزيز. نعم، طيب بالنسبة للقبول المجتمعي سيد عبد الناصر، يعني ألا يوضع اعتبار لهذا الجانب، يعني كون أحمد علي يعني كان هناك رفض واسع له في 2011 بسبب مشروع التوريث الذي كان يتبناه أباه في تلك الفترة؟ يعني إعادة تفعيل أحمد علي هو يشير إلى أن الثورة ثورة 2011 فشلت، وأن الذي قاموا بثورة 2011 لم يستطيعوا أن يقدموا نفسهم كبديل لعلي عبد الله صالح ونظامه، وكان علي عبد الله صالح قبل أن يموت لسوء الحظ يبدو كان أكثر شخصية لديها شعبية في اليمن مقارنة بخصومه. وهناك من يعتقد بأن هذه الشعبية الكبيرة لعلي عبد الله صالح وفريقه يمكن استثمارها من خلال أحمد، رغم أنه كما هو معروف أحمد علي عبد الله صالح الكثيرين لا يرى فيه الشخصية القيادية ولا يمتلك الكثير من الكاريزما ولا
الكفاءة الإدارية، وأكثر ما يمتلكه من مؤهلات أنه كان ابن علي عبد الله صالح وأنه كان يعمل تحت معطف أبيه، وبالتالي المراهنة عليه يبدو أنها فيها تضخيم وفيها مبالغة. أما الموقف المجتمعي فالمجتمع اليمني كما تعرف هو الآن منقسم بين أطراف كثيرة، جزء من هذا المجتمع لا زال موالي لعلي عبد الله صالح ومستعد أن يقبل بإعادة تفعيل أسرة صالح لأنه يرفض البدائل الأخرى وتحديدا الرئيس هادي وحزب الإصلاح وغيرها من القوى التي ظهرت بعد 2011. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيلا. عبد الناصر المودع محلل سياسي كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، أشكر أيضا ضيفي الآخر من كان معنا من العاصمة العمانية مسقط الدكتور عبد الله الغيلاني محلل سياسي. ومشاهدينا نشير هنا أنه تم التواصل مع غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، ويعني لم يعني يستجب للدعوة ويكون متواجد معنا في هذه الحلقة. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وحفظه.